بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في باندونغ في إندونيسيا، نصور في فندق أستون برادا. هذه شقة من نوع غرفتين وصالة، فندق أستون برادا في باندونغ. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. هي عبارة عن غرفتين وصالة. هذه الآن نصور الصالة. صالة طبعا نوعا ما صغيرة الحجم، طبعا مع بلكونة. هنا في بلكونة تطلع على المدينة، إطلالة البلكونة اللي هنا على المدينة. طبعا في مطبخ الشيف متكامل هنا، الأوفن، طباخ، ثلاجة والغرف. في غرفة كبيرة عائلية، وفي غرفة صغيرة سرير واحد. هذه الغرفة الصغيرة عبارة عن سرير واحد. فندق مصنف 5 نجوم حسب رأي المبيعات، ولكنه تقريبا يعني ممكن أن يكون 4 نجوم. هنصور الغرفة الكبيرة العائلية. شقق كويسة، يعني نوعا ما مش واسعة، مستواها كويس. طبعا متوفر لديهم كذلك 3 غرف وصالة وغرفة وصالة وكمان غرف عادية مع حمام واحد فقط. شطافة موجودة. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا.